تجوزوا مثل البنت تطلعوا من انت. شنقل ايش بدك؟ اطلع تعال بسرعة. يلا بدي اسأل مالك يا حوليت؟ تمويه يا ابني تمويه. تمويه؟ وش دخل التمويه في الحول؟ بقول لك المنخفض الارضي هذا جاي بده يحول الناس. طيب سمعت في الاخبار هيك، فمجرد ما يشوفني محول بفوت على غيري، فهمت؟ والله فكرة هذه. طيب يابا عندي موضوع صغير بدي احكي لك اياه. طب بسرعة وراي تدريب، انا وراي ابطال، انا احكي. بديش اطول. هل قلت يابا مش ابن القائد بكون قائد؟ اكيد ورات القصة ها. انا يجعلني ولا حولان. المنخفض الجوي لمن اجى ايش قال؟ ايش؟ ايش قال؟ ايش؟ قال بخ؟ قال ايش؟ بخ يا ابو عامر.